وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا أحمد سعد موفد التلفزيون المصري عبر زوم. يعني أحمد، المنتدى الصيني الأفريقي فيما تأتي أهميته وانعقاده في هذا التوقيت؟ يعني بداية بعد الحقيقة يعني نقف على هذا الموقف في مدينة بكين العاصمة الصينية، والتي ما زالت تستضيف العديد من القادة والزعماء ورؤساء الدول الإفريقية، فضلا عن رؤساء الحكومات وممثلي المنظمات الدولية والإفريقية، وكذلك الضيوف الشرف الذين سوف يشاركون في هذا المنتدى، التعاون الصيني الإفريقي على مستوى القمة فوكاك 4، والذي ينعقد كل 4 سنوات. هذه الدورة تأتي بعد منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عقد في 2021 في العاصمة السنغالية دكار، اللي تنطلق فعاليات هذا المنتدى في 5 سبتمبر. يعني العديد من الرؤساء والزعماء والقضاء وصلوا بالتو إلى مطار بكين الدولي، وبالفعل كان هناك لقاء مع بعض الرؤساء الأفارقة، التقوا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يعني وصل بالفعل رئيس أريتريا أسياس أفورسكي، وكذلك رئيس جنوب افريقيا التقى مع الرئيس شي جين بينغ راموفوزا، وايضا الرئيس دوله تشاد محمد ديبي، فضلا عن عدد من ممثلي المنظمات الافريقيه والدوليه. نعم. يعني ايضا يشارك الدكتور مصطفى مدبولي الذي وصل بالفعل على راس ورد رفيع المستوى في هذا المنتدى، والتقى اليوم مساء اليوم مع رئيس مجلس النواب الشعب الصيني تشاولي جي، وبالفعل يعني سوف يشارك الدكتور مصطفى مدبولي في لقاء ندوة عشاء غدا، والتي سوف يشارك فيها العديد من الرؤساء والزعماء والقادة. نعم. يعني الأفارقة، والتي سوف تعقد في قصر الشعب الجمهوري، وبعدها سوف تنطلق القمة على المستوى الرئاسي والوزاري والحكومات يوم 5 سبتمبر بعد غدا بمشيئة. نعم. يعني أحمد، القمة بترفع شعار معا من أجل بناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوى، ما هي الأطروحات وما هي المجالات يعني التي سيكون العمل بها من أجل تحقيق هذا الهدف؟ يعني بالفعل الصين هي أكبر شريك استراتيجي لأفريقيا، وأكبر شريك تجاري واقتصادي للقارة السمراء على مدار 15 سنة متتالية. يعني بلغت مستوى الاستثمارات الصينية في هذا التوقيت أكثر من 280 مليار دولار، يعني بالفعل شراكة استراتيجية واسعة تسعى إلى يعني الحفاظ عليها الصين لأكبر سوق وشريك تجاري واستثماري، وهو القارة السمراء. بالفعل يعني هناك العديد من الأهداف من هذه القمة، يعني بالفعل أهم هذه الأهداف تعميق وتوسيع أطر التوافق والتعاون والتبادل والمنفعة المتبادلة، وتحقيق التكامل ما بين الصين والدول الإفريقية لتحقيق التربح معا. هذا هو الشعار الصيني، هو السلام والتربح معا من أجل تحقيق وتعزيز أطر الشراكة. كذلك تسعى الصين لإحقاء رسالة مفادها أنها تسعى إلى يعني تغيير نظام الحوكمة العالمية، من أجل تغيير النظام العالمي الذي يسيطر على التجارة البينية، وباعتبار أن الصين أكبر منافس تجاري للولايات المتحدة الأمريكية، فتسعى الصين أن يكون لها شركاء في أفريقيا، خاصة بعد إطلاق مبادرة الحزام الطريق، والتي وقع عليها أكثر من 100 دولة ومنظمة دولية. بالفعل كذلك تسعى الصين من خلال هذا المنتدى لعمل منصة، هذه المنصة يعني سوف تحوي العديد من التحديات سواء على المستوى التجاري أو الاقتصادي، أو كذلك التحديات الإقليمية والدولية التي تخيم على العالم أجمع، والتي يأتي على رأسها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على فلسطين، وكذلك يأتي على رأسها أيضا الحرب الروسية الأوكرانية. وكذلك من قبل في الاجتماع الوزاري العاشر
لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو الماضي. يعني كان الرئيس الصيني أكد أنه لابد أن يكون هناك مؤتمر للسلام لاحتواء الوضع الإنساني العالمي. نعم، مما لا شك فيه أن الكثير من التحديات الإقليمية والدولية ستكون محل نقاش على هامش أو بداخل المنتدى الصيني الأفريقي. أحمد سعد، موفد التلفزيون المصري عبر زوم، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.